ان سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي جرعه تدريبيه جيده واستفاده جيده وطيبه جدا لفريق النادي الاهلي والجهاز الفني النهارده. اطمنا على اكتر من لاعب، شفنا كمان ظهور عربي بدري طبعا، واحد من اللاعبين في قطاع الناشئين لاعب مميز جدا، واكيد طبعا يمكن مستر مارتن اشاد بادائه واسلوبه، عنده روح وعنده شخصيه قويه جدا. اطمنا على عاشور، اطمنا على وليد ازارو، اطمنا على عدد كبير جدا احمد فتحي، كل اللعيبه يمكن الحمد لله بشكل عام يعني نقدر نقول الحمد لله المباراه النهارده كانت جيده. كابتن هيثم حسين طبعا كمان هينضم لي دلوقتي في خلال اللحظات. كابتن هيثم حسين في البدايه برحب بيك، ومباراه جيده واكيد استفاده ليكم بشكل كبير واستفاده ايضا كمان للنادي الاهلي، لكن لو بتكلم على النادي الاهلي مباراته مع الزمالك النهارده بنوجه لكم التحيه على الاستجابه وتواجدكم في هذه المباراه بشكل عام. كيف ترى الجيم وبتشوف النهارده الاداء الفريقين ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الاول تحياتي ليكم للناس اللي في الاستوديو. طبعا احنا بنوجه لكم التحيه ان كنتوا ادتونا فرصه ان احنا نعمل مباراه وديه في ظل توقف عندنا. بالنسبه للنادي الاهلي طبعا فريق كبير بيحاول يجهز لعيبته قبل ماتش القمه، نتمنى ان شاء الله باذن الله ان هي مباراه تليق باسم الفريقين. احنا استفدنا طبعا كتير جدا، كان عندنا برضو بعض الايقافات وبعض اللعيبه المصابه، النادي الاهلي كذلك. الحمد لله الماتش طلع الجيم كان كويس ما بين الفرقتين، وده اللي يهمنا ان في الاخر ان ما فيش حد من الفرقتين الحمد لله طلع من الملعب باصابه او باي حاجه. على ذكر الاصابات كنت بتكلم بسجل مع كابتن سمير، قال احنا يمكن زي ما اتكلمنا مع اللعيبه لابد يبقى فيه يمكن ما فيش احتكاك وما فيش خشونه، وده يدل على فكر احترافي للجهاز الفني، لان المباراه في الاخر في الاول في الاخر محتاجه ان انت تستفيد للنادي الاهلي وايضا جمهوريه شبيه. طبعا احنا جايين واللعيبه بتاعتنا عارفه ان لعيبه النادي الاهلي اغلبيه اللعيبه اللي لعبت دي راجعه من اصابه وراجعه من ايقاف فترات طويله، فكان لازم ده واجب علينا، والكابتن سمير يعني شدد في الموضوع دون ان احنا ما نحاولش ان احنا نصعب المباراه على النادي الاهلي في الملعب من حيث الاشتراكات والالتحامات. وكذا مره اتكلم في حته لازم نخلي بالنا اللعيبه دي لسه راجعه من اصابه، اللعبه دي بقى لها فتره طويله مش في الملعب، فكان لازم نخاف. وهو اصلا المفروض يعني هو شعار الكره الفير بلاي، يعني انا بحاول اخاف على زميلي ما 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 ما, ما بقاش لعيب مؤذي ما تسببلوش في اصابه، ودي كانت حاجه طبيعيه طبعا. يعني خبرتك التدريبيه كابتن هيثم، كيف ترى مباراه الاهلي والزمالك مع تقارب النقاط من النادي الاهلي هيفرق معاه بشكل كبير جدا هذه المباراه، لكن رؤيتك للمباراه يوم 30 كيف ترى هذه المباراه؟ اتمنى طبعا ان المباراه تطلع بشكل يليق باسم الفريقين، الفريقين كبار، النادي الاهلي حامل اللقب، الزمالك عنده فرقه كويسه، نتمنى في الاول وفي الاخر ان اللي يستفاد منها منتخب مصر واللاعبين تطلع بشكل كويس. المباراه بتبقى مذاعه على في دول كتير جدا وناس كتير جدا بتتفرج عليها، عايزين ندي صوره حضاريه، احنا داخلين على بطوله امم، يبقى شكلنا كويس اللعيبه. وبرده انا بقول حاجه للجمهور الفريقين بصراحه، انا كنت وانا أنا ايام ما كنت بلعب كوره وانا يعني عشرت اللعيبه، اللعيبه يا جماعه اصحاب جدا، واللي بيعمل المشاكل دي واحد من مدرج الناحيه دي واحد من مدرج الناحيه دي، لكن اللعيبه تطلع بعد الماتش بيسلموا على بعض ويمكن كمان بيتكلموا مع بعض وبيتقابلوا مع بعض، فمش عايزين الموضوع يوصل لدرجه ان يبقى في احتقان ما بين الاهلي وما بين الزمالك، الدنيا كلها تطلع بشكل كويس، الفرقتين يستفادوا، الفرقتين بينافسوا لحد اخر مباراه، مين ياخد الدوري دي مش مشكله، يعني مين ياخد الدوري دي مش مشكله، الاحسن ياخد الدوري وخلاص، يبقى مباراه وعدي من غير ما يبقى هنا في احتقان ولا هنا في احتقان، وان شاء الله باذن الله موفقين فريقين باذن الله. شكرا جزيلا كابتن هيثم. شكرا شكرا شكرا. بنوجه الشكر طبعا كمان للكابتن هيثم طبعا حسين مدرب فريق نادي جمهوريه شبين، زي ما اكدنا وقلنا الكل استفاد.